ندير التليفونات سيلونس. شحال بقينا بدينا لا مازال مازال ان شاء الله ما يكون السبيه والو. عادي عادي ولفت اخوان بارطاجيو لنا هذا اللايف من قناه شوف تي في بارطاجيو. متابعي قناة شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء ومع الضيفة المثيرة للجدل دائما الفنانة سميرة الداودي اللي اكيد عندها العديد من المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي وعندها العديد من المنتقدين وعندها الناس اللي كيبغيوها كما عندها الناس اللي كيكرهوها وعندها بطبيعة الحال حتى شي واحد ارضاء الناس غاية ما عمرنا غادي ندركوها بكل تأكيد لاي شخص. سميرة الداودي اللي كيف ما كيعرفوا المغاربه تثير الجدل بخرجاتها الاعلاميه وبخرجاتها ديال اللايفات اللي كدير في المواقع ديال التواصل الاجتماعي سواء على قنواتها يعني على صفحاتها لا في انستغرام لا في فيسبوك. مؤخرا تبدلات سميرة بزاف صراحه، هادشي اللي كنلاحظوا انا بحكم انني كنعرفها هذه سنوات، ماشي هذه سميرة اللي كنت كنعرف، تبدلات شويه وبدلات حتى الطريقه ديال التجاوب ديالها مع المتتبعين ولات ظريفه. ظريفه يا سميره؟ انا ديما ظريفه، انا الحمد لله دائما ظريفه، انت معاشراني عن قرب وعرفاني، انما بت اؤمن جدا بالمقوله التي تقول التجاهل صدقه جاريه على فقراء الادب، واللي كيسبوا انا هما فعلا فقراء الادب يعني يفتقرون الى الادب والصواب وما الى ذلك، فبت اتجاهل، اكتسبت هرمون زائد من عدم اللامبالاه. كاين واحد التغيير اكيد. شوفي الانسان، انا دائما كنقول بانه الانسان في الصغر ماشي هو العقل ديال الكبار، التجارب غير هو هذاك ما كانش قباحه، هذاك كيكون رد فعل لكل فعل رد فعل، اذ لا يعقل انني مثلا طالعه لايفكم بحالك انا كنهضر معك سواء في لقاء صحفي سواء في ايا كان، والا كتلقى شي حد كيهاجمك فما بالك، هذا نقولوا حنا بيبليك، اما ملي كتكون حلقه مثلا او لايف على حسابك الخاص فهذه كتكون من ضمن الخصوصيات، وكتلقى شي واحد كيتجاوز حدود الادب، ربما لساني سليط مع ذوك الفئه ما تنعرفش نسكت ولا زدت الى حد اللحظه يعني، هو شوفي احترم تحترم ني موني بلوس. سميره كيقول الصوت ناقص، حاولي انك تخرجي الميكرو ديال اللايف الصغير خليه عندك دابا اظن مزيان قربي. اذا سميره علاش انا غنعاود نسولك هذا السؤال اللي كنسولو لك دائما وابدا، علاش كيسبوك؟ ما كيسبونيش. واش مشروط ان يدخل الانسان يتفرج فيك ويسبوك؟ هذوك خليني شوفي وما تقوليش لي عاوتاني، لا ما تستبحيش ليهم وتعرضيني معليش، هو احتراما للقناه المشاهدين والناس اللي مزيان. كيسبو ما خلف الكواليس لانه بدليل حنا كنتمشيو في الزنقه وكنتعاملوا في الزنقه وكنتعاملوا مع الناس، ما كيقدر حتى شي حد لانه يعي جيدا القوانين الصارمه اللي في حق كل واحد كيتجاوز حدود اللباقه والادب وحدود القوانين، لانه القانون لا يرحم المغفلين صح ولا لا؟ انما ناس شوفي عالم السوشيال ميديا ولي فوكونت عطاو فرصه لواحد المجموعه ديال الشرار، ديما انا كنسميهم واحد المجموعه ديال الاوباش، انا لا اعمم طبعا، كاينين ناس بزاف بعقلهم، عطى هاد العالم ديال لي ريزو سوسيو والسوشيال ميديا عطى فرصه لمجموعه ديال واحد الاناس عندهم واحد الكبت في العقول ديالهم، الكبت ليس بالضروره ان يكون كبتا جنسيا على التوضيع، كيكون واحد الكبت في العقل اللي ما كايناش واحد التربيه، فكيتخبى مور فوكونت وكيطلع كيبدا يسب فيك، انما في الواقع فيس تو فيس بيان سور ما غاديش يقدر يسب. شوفي بالنسبه لنا نتجاوزوا هذا هاد 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 الحوار هذا، لانني بدت ارى بانه استخفاف، لانه كنشوف انه شي حاجه اللي ما عندها حتى معنى، واحد كيدخل كيسب فيك لا لشيء، ما حملكش ما عاجباش ما هذا، كما قلت لك احترم تحترم، اللي كيسب في المواقع راه ما غاديش يقدر يسب في الواقع، وانتم كما متبعين معايا حنا شفنا دابا ولاو ما بقاش سبانه، لا حنا راه ولينا في التهديدات بالسلاح. قبل ما نوصلوا للتهديدات سميره، يعني كما قلت لك الكميه ديال السبان اللي كنشوفها عليك انتيا وسورتو بحال دابا قال لك بعداك شكون هذه مالا خسر عندنا الحقنه ديال كورونا شيطانه، خسر عندي حقنه في كورونا اختار عام تنشوفوك ونفتخر بك ونقول واو ولد بلادي حياتك عذاب. شوفي كل يرى الناس بعيني طبعه، اللي بغاني مرحبا اللي ما بغانيش يموت بسمو، هذا اللي تيسبو مخبي مور فوكم تكون راجل واجي سبني وجها لوجه وغادي نوريك سبان بشحال كيتقام حبيبي
حصلت عندي. نعم، اذا سميره نوصلوا نرجعوا للتهديد اللي تلقيتيه من طرف عاودي لنا التهديد. نعم شوفي، تجاوزنا السب عبر رسائل نصيه او سب عبر خاصيه اللايف، يعني مثلا كتكوني لايف واحد كيسب فيك، راه وصلنا للسب على لا، ولا السب والتهديد بالسلاح الابيض عبر خاصيه اللايف على الانستغرام. وتابعتوا معايا المسار القنيصره القانونيه اللي خديت ضد المعتقل المسمى المهدي العيساوي. بلا ما تذكري الاسم ديالو، عفاك. لا تذكر الاسم ديالو، انا من اي مساءله قانونيه انا اتحمل المسؤوليه. لان شنو وقع؟ شنو وقع سميره؟ اللي وقع هو انه انا غنبدا لك القصه من الاول. عده مشاهير عبر السوشيال ميديا وخصوصا عبر الانستغرام كيتعرضوا لتهديدات. قال لك بعدا وحده قالت لك قلت ما يدار البيران مسدوده. شنو قالت؟ قلت ما يدار البيران مسدوده. ما عندكش فلوس للبيران، ولا البيران كيدخلوا لهم نخبه المجتمع برزقهم، كيدخلوا لنا. كاين فرق، كاين واحد انا كيعجبني نقرا لك التعاليق. قراي ماشي مشكل. البيران كنت عارفه عندك واحد المناعه. خليني نجاوبها، انا غنجاوبك. حنا بلاتي البيران كندخلوا لهم فلوسنا، ما كندخلوش لهم بطرفنا. ما تقطعيش هذه الجمله، هذه ردا على الاخت اللي قالت البيران مسدودين. البيران كندخلوا لهم برزقنا، كندخلوش نحط رجل على رجل وكنتسناو كليان يجي يخلصوا علينا الشريطه. تكاع هذه الله يجيبك على خير. خليني ندخل معك في الموضوع المهم. نعم. وصلت تهديد لتهديدات عبر مواقع السوشيال ميديا عبر الانستغرام بالسلاح الابيض. تخيلي معايا انه انسان قاصر يبلغ من العمر 20 سنه، انا 20 سنه ما كنقولش انه كاين انسان قاصر، ولا كيهدد بالسلاح الابيض وكيحمل سلاح. ما عرفتش واش داك السلاح فردي ديال بصح ولا فردي ديال النيكا، الله اعلم. الشرطه هي من تثبت ذلك، ولا عصابه، تكوين عصابه اجراميه يرأسها انسان حارب في لورزانتي في اسبانيا المسمى صلاح احبانه، وتم رفع به 3 شكايات من قبل المحامي ديالي، وتم يعني توصلت القنصليه هنا في المغرب بنسخه من الشكايه. هو يراس مجموعه، عامل مجموعه مسميها جروب الفراعنه، تحتوي على مجموعه كلهم قاصر، كلهم الناس قاصر، اطفال قاصرين في السن ديالهم ما بين 17 عام حتى ل 20 عام. الكبير فيهم عنده 20 عام. مهمتهم في الحياه انهم كيهددوا مشاهير السوشيال ميديا. وشفتوا الفيديوهات التهديد بالسلاح الابيض؟ يعني حنا راه تعدينا مرحله السب، شفنا السب، سالينا من السبان راه ما كيسب فيه ما كيسب فيه، اوكي. انما هادو وصلوا للتهديد بالسلاح، والطبع وتم بالفعل رفع شكايه مستجله من طرف الاستاذ ديالي الاستاذ جمال المنظري، وتم القبض على عنصر من عناصر هذه العصابه المسمى المهدي العيساوي. وانا تنقول الاسم ديالو، انا اتحمل المسؤوليه القانونيه، هذا ليس تشهير، انما احنا فقط كنسميو المسميات باساميها. تم القبض على عنصر وهو الان في تحقيقات وفي يعني راه مسدود، اوكي. ولكن علاش هدك؟ واش كنتي انا قبل كنهدد واحد التهديدات لم تكن يعني ما غنشخصنوهاش حنا، تهديدات شخصيه مثلا انه بينو بين كثر. هادو ناس كيرأسهم هذا المسمى الدون صلاح، وهو اللي تيحرض هذه المجموعه ديال القاصرين ديال الاطفال، كيحرضهم معتقداتهم. شوفي، يحملون فكرا ارهابيا تكفيريا، وانا كنعيا وانا كنعرف مزيان اش كنقول. اللي بغى يسب بزاف راسه مع حيت ما عنديش مشكل. يحملون فكرا ترهيبيا تكفيريا داعشيا، واحد نيتينوض غادي يلبس فوقيه وغادي يهز موس وكيهدد فيك عبر خاصيه اللايف ومبين وجهه. هذا فيه تحدي للقانون، في تحدي للقانون. عرفتي سطري لي على هذا في تحدي للقانون. هذا اللي كيهددك لايف بوجو راه قادر غادي يكريسيك غدا في الزنقه وغادي يغتصبك تحت مسمى انتي تجاهرين بالمعصيه. نصبوا انفسهم قضاة، نصبوا نفسهم بوليس، ولاو هما كيوزعوا صكوك الغفران. كما قلت لك، تم القبض على عنصر من عناصر هذه العصابه، وباقي العصابه تحطات بهم شكايه. والاخ اللي موجود في اسبانيا وكذلك المسمى الدون صلاح هو الذي يراس هذه العصابه. القنصليه كذلك الاسبانيه هنا في المغرب توصلت بنسخة من الشكاية اللي ترفعت لي. هادو ما عندهمش غرض بيا غير انا بوحدي، هادو كيهددوا في مشاهير السوشيال ميديا وسطري عليها. انت فنانة طالعة دايرة لايف، كيطلع معاك يقول لك طلعيني، كطلعيه عن طيب نية، ما كتعرفي شكون اللي طالع معاك، حتى كيطلعوا عليك بالسيوف وبالجناوة. واش حنا اختي فين؟ حنا في غابة؟ حنا ماشي في غابة، حنا في بلد الحق والقانون، والقانون دار مجراه. شكرا لرجال الامن اللي استجبوا للشكاية بسرعة هائلة صراحة. شكرا لرجال الامن اللي قاموا بالخدمه ديالهم. الان شوفي، يعني حنا سالينا من هذه المشكله هذه، يعني تم الاعتقال، اوكي، وهو في اطار التحقيق. الان نتعرض لتهديدات، يا غتنازلي يا غادي نقتلوا لك امك وغادي نقتلوا هادشي كلشي في التليفون، وراك شفتي هادشي كلشي امام انظار السيد وكيل جلاله الملك، هادشي كلشي تحضر. يعني تهديدات، يا غادي تنازلي يا حنا غادي نقتلوا لك، غنفعلوا لك. ولقيت
وريتك راكي شفتي الفيديو انهم جابوا الام والاب ديالو، شفتي الحاله ديال الاب والام ديالو، يعني ينتمون الى اسره فقيره جدا، الاب ديالو تيبكي والام ديالو تتبكي، كيطلبوا فيها باش نتنازل. شنو غديري سميره غتنازلي؟ شوفي انا باش نكون واضحه معك، انا ما كنتنازلش في هاد الامور هذه، لا تنازلي، انا اللي لا تنازلت لهاد الولد هنا، هاد الاب وهاد الام ديالو خصهم يفهموا واحد النقطه، بانني انه انا غندير خير فهاد الدري هذا، ملي غيمشي دابا يتربى وعنده 20 عام، ملي غيمشي يتربى وعنده 20 عام لا ربما، شوفي السجن تهذيب واصلاح، غادي يخرج انسان صالح للمجتمع، اما الا جيت انا وسمحت ليه اليوم راه غادي يمشي يكرر نفس الفعل، وغادي يجيب باه امه يرغبوا ويطلبوا ويبكيو وتيبقاو فيك عائلته، بقات فيك شوفي بيان سو غادي تبقى فيك الام، غادي يبقى فيك الاب، لانك تشوفي اب وام بلغ من السن من الكبار عاتيا كما كنقولوا ناس كبار، اب يشتغل بقوته اليومي، يعني كيشتغل باليوميه بالنهار، ما عندوش عمل قار، اب يعني لا حول ولا قوه له، الام كذلك امراه مسنه لا حول ولا قوه لها، وابن عنده 20 عام كيطلع يسد عليه في السطح وكيهز الزيف على عباد الله، وتجي تقولي لي تنازلي، انا ما كنتنازلش. شوفي من يدافع عن مجرم ومن يبرر افعال اجراميه فهو مجرم بحالو بحال هذاك المجرم، الناس كيقوم غير هذا كيقوم بالفعل والثاني كيدافع عليه تيبرره، كل واحد شوفي حتى شي واحد ما عنده الحق يحاسب شي واحد، هذا كيطلع في السوشيال ميديا ينتمي يمارس شي واحد قال لك قلتي لهم غادي تنازلي، انا ما غاديش نتنازل، كنت فكرت انني نتنازل، انما عندما اتوصل بتهديدات بالقتل الا ما تنازلتيش غنقتلوا لك امك، الا ما تنازلتيش غنقتلوا لك بنتك، الا ما تنازلتيش غادي نخبوا عليك المقاطع، راه انا الا تنازلت راه المخزن غادي يدور فيا، باش نكون معاك واضحه اوكي، وحتى انا وليت للتصحيح وللتوضيح باش نوضح واحد النقطه، انا فرضا بقاو فيا هاد الناس ياك وغادي نتنازل لهاد الولد هذايا، كنقول ليه سير الله يسامح، راه كاين الحق المدني، الحق المدني راه ما كيتنازلش المخزن ما كيتنازلش، زائد دافع على ذلك كاينه شكايه من الشرطي السابق هشام الملولي لانه تعرض لنفس الفعل، كاينه شكايه من ام مهام اكيد وهي معروفه، كاين عده شكايات ماشي انا بوحدي، انما انا سلط علي الضوء وراك شفتي معايا الفيديوهات انه شي ولاد الجيران ديالهم البارح جابوا الاب والام ديالهم ساكن فعلا حاله يرسل انا 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 بقاو فيها، انما راه ما يمكنش تنازلي لواحد الانسان، شوفي ما كنهضروش في الفئه العمريه عنده 13 14 15 ما كنهضرش على داكشي، كنهضر على ان واحد الانسان كيحمل هذا الفكر، هذا انسان بكل وقاحه وبكل جراه غادي يطلع في لايف وغادي يجبد عليك سيف وقابط سلاح في يده، كما قلت لك هذا الخاص قابط فردي في يدي، هذه خص المخزن يقول لنا واش هذاك الفردي ديال الميكا ولا فردي ديال شي حد من عائلته يقدر يكون كيشتغل في الشرطه او ما الى ذلك، الله اعلم، هذه المساله غادي المخزن، هذه خدمه المخزن ماشي خدمتي انا، انا خدمتي اللي درت هو انني عملت شكايه مستعجله، المحامي ديالي قام بشكايه مستعجله، تم القبض عليه في اسرع وقت وجاري البحث عن باقي العصابه وكلهم كما كنقول لك فئه عمريه ما بين 17 عام حتى ل 20 عام، هاد الدري اللي عنده 20 عام اللي طالع في لايف كيتهدد على عباد الله بالسيف وبالسبان وبقلك الحياه، الانسان درجه نقول لك نزيد هاد الناس هادو اللي قال لك كيقولوا سمحي، نقول لك انه هاد الانسان هذا كيمشي كيدخل الصفحه ديالك كيجبد الصوره ديال الاب ديالك ميت وكيجبد حاجه القضيب ديالو اوكي وتيبول على الصوره في اللايف في لايف، ويجي شي واحد يقول لي سمعي غنصيفطو معاه على الاب ديالك الله يرحمه، يا سوي الفيديوهات كاينه وشي كلشي تحط امام السيد، يعني ماشي على كنتي كاع اللي نقولوا ما عنديش، انا سبني انا ما عنديش مشكل غير سبني، حيت ما غتقدرش تسبني في الواقع، حيت ملي غتسبني انا غنوصلك فين غتربى، وهي شوفي نتيجه هذا التصرف السبياني ونتيجه الشحن اللي تيشحنوا هذاك، انا كنسمي رئيس عصابه لانك ملي غدير جروب فيه 100 واحد صح ولا لا، هذا تكوين عصابه اجراميه، هذا مسمى قانوني ما سميتوش انا، راه المشرع المغربي عطى كل حاجه باسمها مسمياتها، منين واحد غادي يدير جروب على الواتساب فيه 100 طفل كلهم قاصرين من 19 عام حتى من 17 عام حتى ل 20 عام وكيحرضهم، انت غادي تدخل هذا اللايف ديال مايا، انت غتدخل اللايف ديال دوك سامر، انت غتدخل اللايف ديال صوفيا طالوني، انت غتدخل اللايف ديال هذا الفنان، انت غتدخل اللايف ديال هذا المغني، انت غتهدد هذا وتتغدى، اذا هذا يراس عصابه اجراميه وجب التحقيق معه وجب ترحيله من اسبانيا، نهار غيترحل من اسبانيا غيدخل غيلقى شكايات عليك المغرب، انا في هذه الامور اختي فاطمه الزهراء لا ما كنتهاونش وما كنتنازلش. واللي يقدر يجيه السيف قدامي وقف قدامي غنقول ليه مرحبا، لانني انا في بلد الحق والقانون، وخير دليل اننا في بلد الحق والقانون اول ما نزلت الفيديو ديالو السلطات استجابت لي فعلا استجابت للشكايه، الاب والام ديالو الله يحسن عوانهم، انا درت فيهم خير، انا خص الام ديالو تجي تبوس لي راسي تقول لي الله يرحم لك الوالدين بنتي، ماشي انا صيفطت لك الحبس، افعاله الاجراميه هي اللي صيفطت لك الحبس، وانا كنقولها لك من هنا
كتشوف تيفي، اي برهوش غيسخن عليه راسو وغيدخل غيهدد غنجبدك من تحت الارض. الحمد لله عندنا شرطه علميه الكترونيه غتجبدك ولو تكون مخبي من مور فوكون من الاي دي ديالك غادي تجبد. انا ما كنرحمش في هذا الشيء. قال لك نهار جيتي يا سميره ومشي في المشاكل. ايوا نهار جيت وانا في المشاكل لانني بدت اخشى على نفسي في بلدي الحبيب. نزيد نجاوب هاد الاخوان هادو مصاب. انا ما كرهتش نرد على التليفون، قرات تعليقات وجاوبت عليك بالتعليق من نهار جيت. وانا كاينين بيان سور كاينين تعليقات اللي ايجابيه وكاينين تعليقات اللي كلها صراحه انا استغرب انك تلقيتي. عطيني عفوك واحد، عطيني قرعه الماء الله يخليك. فهمتي انا استغرب صراحه انك تلقيتي التهديد بغض النظر كيف ما بغيتي تكوني. ما خاصش حنا ما خاصناش ندعموا هادشي ديال التهديدات وهادشي ديال الناس اللي كتحمل السلاح الابيض. ما خصناش نكونوا معاهم، بالعكس هادشي راه خصو يتحارب وهادشي راه خصو طبيعه الحال. كنشكروا السلطات الامنيه. واحد كيطلع يهدك في لايف وفي لايف. خليني نحطك معايا الصوره ونحط الناس معنا الصوره وغيدخلوا على صفحتي على الانستغرام غيشوفوا الفيديوهات. منين كنطلع انا في لايف وكنطلع لك بوجهي وكنهدك وانا احمل السلاح الابيض، فهذا فيه تحدي للسلطات، فيه تحدي للامن. اوكي، فيه تحدي للامن الوطني. هاد السيد اللي كيطلع في لايف وهالسلاح هذا راه كيتحدى المخزن، كيقول لك انا هو ربكم الاعلى. يلا زيدي دوينتي مع هذا وعاد نجي انا نتنازل. هذا عيب في حقي انا نتنازل المجرم. اوكي، عيب في حقي انا نتنازل الواحد المخزن دار خدمته ونجي انا. واش بصح هو باقي صغير؟ شحال عنده؟ يبلغ من العمر 20 سنه، ما صغيرش. 20 عام ما صغيرش. اللي صغير اختي ما كيديرش لايف. اللي صغير راه كاين شي ينعس مع 9 مع 10 كينعس، هذو اللي كنسميه صغير. 20 عام هاد السلاح كيتهدد على عباد الله، مالنا سيبه في البلاد ولا؟ نعم سميره، واحد من الصباح هو كيكتب لنا واحد التعليق وكيعاودوا كيكتبوا كيعاودوا غنقراها لك. قال لك انت كدعمي الدعاره في مواقع التواصل الاجتماعي. تتكون تاثر كنت تكون قاضي وجد عيني. بلاتي شنو هي الدعاره في المفهوم ديالو الدعاره؟ انا ادعم الدعاره في موقع مواقع التواصل الاجتماعي. كم انت غبي تبا لك سير تقرا. ما اذا نكملوا. لقينا عن الاخ اللي قال تدعمي الدعاره عبر السوشيال ميديا. هي الكسول. واش عرفتي ما معنى الشق القانوني على هذه الكلمه هذه؟ الا عرفتك انت وسكنتي راجل طلع لي بوجهك وغنتابعك عليها قانونيا وغنصيفطك حتى للحبس تربى. واش كل شوفي معتقدهم يقول، انا غنمشي معاك بالكلاخ ديالهم، معتقدهم يقول ان كل فنان طلع دار لايف راه هو فاسد ويمتهن الدعاره. واش عرفتي ما معنى اعتماد الدعاره؟ اعتماد الدعاره هو انك تكتري منزلا وكتجيب قصير ولا كتجيب بنت وكتقوم يعني كتبيع وكتشري فيها، هذا هو امتهان الدعاره. وما شوفي انا غادي نبقى نقول دائما نفس الجمله اكرر. وحده قالت لك كدعمي الثقافه في انستغرام ديال سوق. حنا كنقراو التعليقات. ما شوفي، من يبرر فعلا اجراميا ومن يدافع عن مجرم فهو في شرع مجرم، وجوب اتخاذ في جميع القوانين التي تطبق على المجرمين. كيف ما كنتي يا سميره، واش كيف ما كان نوعك انت ولا غيرك ولا غيرك، واش مسموح لشي واحد انه يهددنا بالاسلحه؟ برافو بلاتي، الله يرحم لك الوالدين. شكرا انك اشرتي لهذه النقطه هذه. باي حق شكون اللي عطى لهاد خينا ولا لهاد خينا براسو هذا الحمار اللي كيكتب هذا النص؟ لا ما نعيروش اسامي، لا نعيرو. علاش لا ما نعيروش؟ حنا في القناه. الا غنحبس الحيوان من واحد كيقول لي انت كتشجع على الدعاره في الانستغرام، يجي يقول لي انت حمار تقول لي ما نعيروش. هذوك كان حدايا كنصرفقته ونطلع انا وياه صافي ما عنديش مشكل. واخا تمالكي نفسك، انت راك مولفه هذا الشيء، راه ماشي. لا 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 شوفي، بحال هذا النوع تيتزر، بحال هذا النوع خصو يمشي يتربى من الاخر. شكون اللي عطى الحق لهذا الاخ هذا يطلع يهاجم هذا الفنان ولا يهاجم هذا الفنان ولا يهاجم هذا الفنان؟ شكون عطاك هذا الحق؟ بصفتك محامي، بصفتك وكيل، بصفتك قاضي، بصفتك كوميسير، بصفتك شنو؟ شكون انت؟ شكون انت اللي جيتي قلتي بغيت نحارب الفساد في الانستغرام؟ حارب الفساد اللي كيغش في دماغك، حارب الفساد الناس اللي انت بعض المنتخبين اللي خداو لك في رزقك واللي صوتي عليهم وما حقوش لك مطالبك، حارب الفساد اللي كيتقام في الزنقه. خلي الصبريون ودخل المغرب وريني الفساد اللي كتحارب. كيحارب الفساد بفساد. هل يعقل واحد الانسان قال لك لا مجموعه ديال المثليين جنسيين؟ المثلي الجنسي كيبقى انسان حياته هذيك، حياته هذيك، حياته هذه. عندنا قانون يسري على الكل شريفه، عندنا قانون كيمشي عليا وعليك وعلى المخير في هذا البلاد، عندنا قانون كيمشي على كل شيء، كيمشي عليا وعليك وعلى اكبر راس عندنا في البلاد، غيمشي حتى على الصغير وغيمشي حتى على اللي نصبوا نفسهم قضاة وكيلقوا احكام على الناس. انت شكون باش تطلع تهز السيف على انسان ما اداك حتى شي حاجه؟ نرجعوا للنقطه اللي بدا عليها الصداع هو الاخ رضا اللي دار اللايف، هذاك الانسان باش اداك؟ مثلي جنسي، مثلي جنسي لراسو.
اوكي غيطلعوا ثاني يقول لك تدعمين المثليه الجنسيه. انا ادعم الانسانيه، انا احترم الانسان كانسان بينه وبين مولاه اللي خلقه. مثلي جنسي ما كيتاداش عليك، ما كيهزش عليك السيف، ما كيهزش عليك السيف ويهددك بالقتل ويهدد الام ديالك بالقتل. واش شفتي الميساجات اللي فيها غنقتلوا لك امك؟ عندك ظرف 98 ساعه الا ما تنزلتيش غنقتلوا لك امك، غنخدموا عليك المقاطع. هاد المثلي الجنسي باش اداك؟ شكون انت باش غادي تجي تحاسب هذا وتحاسب هذا وتحاسبني انا؟ عندنا قانون في البلاد اللي كيتجاوز القوانين كاين مخزن كيردعوا كما غيردع هاد المجرمين. حتى شي واحد ما يبقى يبرر ليا ديك لا الناس عيقوا في الانستغرام ما تدخلش. انا نعطيك غير مثال بسيط، حساب حمزه مون بيبي شكون اللي وصلوا 15 مليون المشاهدين اللي كيصفقوا ليه؟ كما هاد البرهوش هذا طلع دار صفحه طلع كيهاجم في المشاهير، قال لك انا هو ربكم الاعلى، انا هو القاضي في الارض او القاضي في السماء، انا غنحاربكم وما يبقاش شي واحد يطلع يدير لايف هذا ماشي فنان وهذاك فاسد وهذا فاسده. واش العور هو نلبس الجين وندير عكر؟ هذا هو العور. هذا هو العور، هذا هو العور في المفهوم ديال هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد الفئه اللي طلعت نصبت نفسها قدات على وجه الارض. هذا هو العور. لا معليش يجاوبوني، شكون اللي عطى الحق لهاد الفئه هذه طلع دير هاد الحاله هذه، طلع دير هاد الشوهه هادي؟ شكون الا ما قدرتش شي حد يوقفهم عند حدهم؟ انا الحمد لله استطعت وبمساعده القانون، انا ما تجنيت على حد وما ظلمت على حد، انا قمت بشكايه مستعجله والقانون استجاب لمطلبي. هذا حق مشروع ليا كمواطنه مغربيه، انا في بلادي خصني نحس بالامان. انا ملي كنكون بلاد الناس ما كيتعرض لي حتى حد، ما كيسبني حتى حد، مي انا في بلادي خصني نحس بالامان. ما بقيتش كتحسي ما بقيتش كتحسي بالامان في اللايف ويجي واحد يقول لك لا حتى نتوما مشاهير السوشيال ميديا ما تقعد نو. اذا سميره كنوعدوا المتتبعين ديال قناه شوف تيفي اننا غنستضيفوك في الاستوديو ديالنا في هذه الايام ان شاء الله القادمه، غناخذوا اتصالات هاتفيه وغنعطيو للناس يتواصلوا معك مباشره. اكيد طبعا. ويخويو قلبهم من جهتهم، يخويو قلبهم من جهتهم. كذلك اوجه نداء لكل امراه تعرضت للتهديد للسب للقذف، ما تبقايش تخافي، كاين قانون كيحميك. سمعيني نقول لك ما يبقاش تخافي ايا كان نوع هذا التهديد، سواء تهديد باللسان بالكتابه. وكذلك كنقولها وكنسطر عليها لكل البرهوش كيطلع كيتخبى مور فوكونت وعند باله انه ما غاديش يتجبد، غادي يتجبد وغادي تجبدوا تصاورك. كذلك كما تجبدوا اليوم كما تجبدوا يوم الجمعه تجبدت مجموعه ديال الصور ديال من ضمن هذه العصابه، وانا بارطاجيت صور بموافقه من عند المحامي ديالي وبوافقه من الامن الشخصي. انا ما كنجيش ونبارطاجي تصاور الناس، هذا ليس تشهير انما كنبين صوره هذا المجرم. انا كنوجه نداء لكل امراه حره تعرضت لتهديد سواء عبر الفيسبوك او الانستغرام او سناب شات حتى ولو كتابه، القانون في صفك وكيحميك، من حقك تمشي ديري شكايه وتطالبي انه يتجبد الاي دي ديال داك الحساب وغادي يتجبد وغادي يتعاقب قانونيا. اما الخوف وتحت مسمى لا انا ما بغيتش الشوهه ولا هذاك اللي كان كيطلع كيشوه فيك وكينرحمك، ما رحمكش، فلذلك ما ترحميش كل متربص متنمر، كل واحد كيشوه فيك وكل واحد كيهددك، كاين قانون في البلاد. السلام عليكم. تبارك الله سميره. غنختموا معاك بواحد السؤال كيسولوا لنا متتبعي ديال قناه شوف تيفي، واش بصح كانت في كورونا؟ عافاني الله الحمد لله والشكر لله، دوزت واحد 13 يوم ديال الحجر، خديت الادويه اللازمه ديالي، الفحص الثاني طلع ايجابي الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه، شوفيت وعوفيت بالحمد لله. طبعا تبعت التعليمات الطبيه اللي كان عطاني الطبيب ديالي، تبعت الدوايات ديالي خديتها الحمد لله والشكر لله، وها انا يا صحيحه بخير وعلى خير. شوفي لربما اول مره اللي غنعترف بها كنت استهزئ بهذا المرض، حيت انا عندي المناعه قليله، انا مشيت باش ندير التحليله غير على ود انني كنت بغيت نطلع للسفر. كما قلت لك عندي واحد الزهره في صوفيا، حتى قالوا لي انك ضروري خصك تحجري راسك على الاقل واحد 10 ايام، انا حجرت راسي 13 يوم، بعت استعملت الادويه ديالي اللي خرج لي الطبيب، تبعت النظام الطبي ديالي والحمد لله انا تعافيت. انما نقطه باش ننبه لها الناس، ما تستهونوش، راه فعلا كاينه كورونا. واليوم كذلك اصيبت بنت عمتي تاهي، الله يعيطوا لي اليوم، قالوا لي راه بنت عمتك تاهي تصابت. ففعلا انا كنقول لكم بانه كاين المرض، انا واحده من الناس اللي كنت كنقول واقيلا ما كاينش المرض كنت كنستهون به، فالحمد لله انا تعافيت. انا من 15 يوم انا يلا خرجت اليوم وانا عاد بنت معكم اليوم. تبارك الله عليك سميره. قبل ما نختم معاك عندك شي كلمه اخيره تبغي تقوليها، اخر كلام ما باغاش تنازلي؟ لا ما كاينش تنازل، انا الا تنازلت فانا كنشجع هذا النوع هذا وكنشجع فئات اخرى انهم يقوموا بهذا الفعل الاجرامي، انا ما غنتنازلش وشكرا. تبارك الله عليك سميره، شكرا لكم متتبعي قناه شوف تيفي، شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.